هناك 6 مواسم في الهند: ربيع وصيف ورياح موسمية وخريف وشتاء وما قبل الربيع. لا توجد لغة رسمية واحدة في المكسيك، بل 68 لغة، أهمها الإسبانية والنهواتل. هناك أكثر من 6000 كهف في سلوفاكيا. في أفغانستان يحتفل الناس بالعام الجديد في أول أيام الربيع، 21 مارس. تشغل المحطات الإذاعية والتلفزيون الكولومبية النشيد الوطني الكولومبي في 6 صباحاً و6 مساءً من كل يوم. في فنلندا يحتفل الناس باليوم الوطني للفشل كل 13 أكتوبر، ويشاركون قصصهم الشخصية ويشرحون طرق تغلبهم على مشاكلهم. في الفارسية والأردو فكلمة باكستان تعني أرض الطهارة. سلوفينيا مولعة بالعسل والنحل. هناك حوالي 90 ألف مربي نحل في بلد عدد سكانه 2 مليون نسمة. الإكوادور في الواقع أقرب بلد للفضاء الخارجي في ألبانيا، يعني الإيماء لا وهز الرأس نعم. قد يكون هذا مربكا للسياح. ماذا تقصد؟ لا، ارتداء قبعة في الداخل يعد وقاحة في بولندا. يشير الناس في كوستاريكا إلى أنفسهم بتيكو للرجال وتيكا للنساء. في اليونان احتفالات يوم الاسم أكبر من حفلات عيد الميلاد. كان 12 مارس 1857 اليوم الوحيد الذي سقطت فيه الثلوج في كوبا. في عاصمة إستونيا وسائل النقل العام مجانية تماما لكل مقيم في تالين. الأكل بيدك اليسرى يعتبر إهانة في العراق. منذ 90s يجب على كل المعلمين في كوريا الشمالية عزف الأكورديون. غالبا ما يقال إن الدنمارك أسعد بلد في العالم. لا يوجد مطار في موناكو. أظن أن معظم الناس يصلون بيخوت كبيرة، لكن قد أكون مخطئا. الكليات الألمانية مجانية للجميع حتى الأجانب. اختيرت اللغة الأوكرانية كاللغة الأكثر إيقاعا بعد الإيطالية. عندما تولد في كوريا الجنوبية تكون بلغت عامك الأول بالفعل. مهلا، ماذا يفعلون؟ يأخذون العام ضريبة عليك؟ يمكنك بسهولة شراء آيس كريم بنكهة الحمص في القدس. في هولندا عادة ما تقدم البطاطا المقلية مع المايونيز. تقول الشائعات إن بيلاروسيا فيها كنوز مدفونة أكثر من أي بلد أوروبي آخر. هناك مسابقة بوكا إيسومو في اليابان. للفوز على المصارع أن يكون أول من يجعل طفلا يبكي. في فنلندا نوع خاص من الرياضة هو إيكون كانتو أو حمل الزوجة. القواعد بسيطة، على الرجال حمل زوجاتهم في مسار عوائق صعب. في إيرلندا يرفع الأب الطفل في عيد ميلاده بالمقلوب ويضرب رأسه في الأرض بلطف للحظ السعيد، ويجمع الفكة التي تسقط منه. هناك موسمان فقط في فنزويلا، الأول الجاف يستمر من ديسمبر إلى أبريل، والممطر يبدأ في مايو وينتهي في أكتوبر. في فرنسا يحظر تسمية خنزيرك الأليف نابليون. حسنا، هذا منطقي. من غير القانوني الموت في بلدة فالكيانو ديل ماسيكو الإيطالية لأن مقبرتها ممتلئة. يترك الناس في أيسلندا أطفالهم لأخذ غفوة في الخارج، يعتقدون أن الهواء النقي يقوي جهاز مناعتهم ويحسن من نومهم. هناك 4 قنوات تلفزيونية في كوريا الشمالية، 2 منها متاحتان في نهاية الأسبوع فقط، ولا أظن أن أيا منها CNN. حدث أقصر حكم في العالم في فرنسا. كان لويس 16 ملكا ل20 دقيقة فقط قبل أن يتخلى عن العرش. مرحبا، أنا هنا. هناك نسختان من اللغة النرويجية، بوكمال المستخدمة في غالبية البلاد ونينورزيك الرائجة في الريف. الأرجح أني لفظت كليهما خطأ. في فيجي تعتبر أسنان الحيتان قيمة جدا، عادة ما يقدمها الناس كهدية زفاف أو لفتة اعتذار. آسف عزيزتي، إليك هذا السن. تقول خرافة يونانية إنك عندما تعطس يكون شخص ما يتكلم عنك، غالبا الرجل المسكين الذي عطست عليه للتو. وفقا للإحصاءات هناك حوالي 50 مليون كنغر في أستراليا و24.6 مليون إنسان فقط.
في نونافوت بكندا كل لوحات ترخيص السيارات والدراجات النارية تأخذ شكل دب قطبي. لا يعاقب القانون الألماني السجناء الذين يحاولون الفرار، لأن التحرر غريزة إنسانية أساسية. هناك ما يسمى التنزه العاري في سويسرا، يستمتع الناس به حتى في أبرد أوقات الشتاء، لابد أن القشعريرة تتملكهم. يغير شاطئ في كرواتيا اسمه زلاتنيرات شكله حسب الريح، يمكن أن يشير طرفه إلى اليسار أو اليمين. تغلق المدارس في غواتيمالا في أيام الرماد عندما ينزل رماد بركاني بعد ثوران البركان ليبقى كل الناس في بيوتهم. أكبر عائلة في العالم تعيش في الهند، رجل لديه 39 زوجة و94 طفلا. حسنا، من أكثر الأطباق شعبية في تركيا ليس الحبش بل بودينج الدجاج، يصنع من الدجاج المسلوق والحليب والسكر وبعض القرفة. في ماليزيا ليس من الغريب رؤية شخص يحتسي ماء ليمون أو قهوة مثلجة من كيس بلاستيك. لا جنية أسنان في إسبانيا، إنما ينتظر الأطفال فأرا صغيرا اسمه راتونشيتو بيريز ليجمع الأسنان ويترك هدية صغيرة كمكافأة. تنتج بلجيكا 700,000 طن من الشوكولاتة سنويا، تصدر أكثر من نصفها، وسجل مطار بروكسل الدولي أكبر مبيعات للشوكولاتة في العالم. لصناعة السينما النيجيرية اسم خاص نوليوود، وتنتج حوالي 200 فيلم أسبوعيا. في المطاعم اليابانية يجب عمل إشارة إكس بأصابعك لطلب الفاتورة. في كوريا الجنوبية أسرع شبكة إنترنت في العالم، تعتبر خنازير غينيا المقرنشة وجبة فاخرة في بيرو، تقدم غالبا في المهرجانات والاحتفالات المهمة. يحاول الناس في لوكسمبورغ دائما إحضار علبة شوكولاتة أو زهور عند دعوتهم إلى منزل أحد، خاصة إن كانوا يعيشون في بلجيكا. كينجز لاندينغ التي تراها في صراع العروش عبارة عن مدينة في كرواتيا تسمى دابروفنيك. في نيوزيلندا هناك عملة الهوبيت ويمكنك الدفع بها فعلا. في ألمانيا يحصل الأطفال على مخروط عملاق فيه أنواع الألعاب والحلوى في أول يوم مدرسة، يسمى التقليد شوت يوتي، ويحتفل بجدية الحياة. يأكل الناس في كندا المعكرونة بالجبن أكثر من أي شعب آخر في العالم. من الرائج بين الأسر البولندية جمع الفطر البري في نهاية الصيف، يعلم الآباء أطفالهم تمييز الفطر الصالح للأكل واختيار الأفضل منه. هناك جبل ارتفاعه 2600 قدم في أستراليا يسمى جبل الخيبة، وذلك بفضل المنظر المخيب للآمال في الأعلى، ربما يكون أكثر الجبال المسماة صراحة في العالم. في سنغافورة أول حديقة حيوانات ليلية في العالم وتدعى نايت سفاري، لكن هل تعود المعروضات إلى الحياة؟ في جزيرة الأفعى في البرازيل 5 ثعابين لكل 10 قدم مربع، بالطبع لا يسمح لأحد بزيارتها. في لاتفيا يمكنك قضاء ليلة في سجن كاروستا كجزء من معلم سياحي. حسناً، من غير المهذب أن تشير بأسفل قدميك إلى شخص في كامبوديا. يقوم الألبان بنزهة مسائية خاصة شيرو كل يوم حتى حلول الليل، هذا وقت مناسب لتمدد ساقيك وتطمئن على جيرانك. في الأرجنتين تمتلك الأحزاب السياسية علاماتها التجارية الفريدة من البيرة. تأسست لايبيريا كمكان يمكن أن يهاجر إليه العبيد الأمريكان من أصول إفريقية، وكان أول رئيس رسمي لها عبدا سابقا. في الأول من مارس يتبادل الناس في بلغاريا أساور من خيوط بيضاء وحمراء تلبس لشهر، ثم تربط بشجرة تزهر لاستقبال الربيع. حوالي 90% من الزيجات في نيبال مدبرة أو صالونات كما يقال، عادة لا يلتقي العروس والعريس حتى يوم زفافهم. تتزوج العرائس الصينيات غالبا بفساتين حمراء، حيث يعد اللون الأحمر لون حظ. في موناكو هناك ضابط شرطة لكل 60 من السكان وحوالي 560 CCTV وكاميرات خفية في كل الأماكن للتأكد من أنها آمنة. يأكل الناس في كامبوديا العنكبوت المقلي كوجبة خفيفة. مرر للكاتشب. أرخص وسيلة نقل في الهند هي مركبة ثلاثية العجلات تسمى توك توك، ستكلفك حوالي 50 سنت. الأكثر تكلفة على الإطلاق قطار مهرجاس السريع الفاخر، إذ يكلف 500 دولار في الليلة. في بوليفيا غالبا ما يساعد أشخاص يرتدون لباس الحمار الوحشي الأطفال على عبور الطريق ويثقفون الآخرين عن السلامة على الطريق في شوارع لاباز.
في السويد هناك حزب سياسي مزحف يدعى كالي أنكا بارتي، أي حزب دونالد داك، حصد 133 صوتا في انتخابات 2014. في السبعينيات كانت البيرة الخفيفة تقدم مع وجبات الغداء المدرسية في بلجيكا، استبدلت لاحقا المشروبات الغازية والماء بها. تتجول حوالي 70 قطة في أحد أكبر متاحف روسيا هيرميتاج. يقول الموظفون إن القطط تواجدت من أيام إليزابيث بيتروفنا ابنة بيتر الأول. يرتدي الرجال والنساء في مدغشقر نفس الملابس التي يطلق عليها لامبا، وهي قطعة قماش مستطيلة طويلة يمكن لفها حول الجسم. تحظى الدراجات بشعبية كبيرة في هولندا، وهناك حوالي 18 مليون دراجة في البلاد. هناك نافورة نبيذ مجانية لمدة 24 ساعة في وسط إيطاليا، بنيت عام 2016 وهي ملك لشركة خمور محلية. كما خمنت، إن سألت شخصا من كوستاريكا عن حاله فلا تتفاجأ بسماعي بورا فيدا، أي حياة نقية، وتستخدم للقول إن كل شيء رائع. يؤمن الناس في البرتغال بفادو، وهي فكرة عدم إمكان الهرب من مصيرك. غالبا ما تذكر فادو في الموسيقى البرتغالية والكلام اليومي. تقيم مدينة لوبوري في تايلاند مهرجانا للقرود يسمى بوفيه القرود لتقديم الشكر لهم على جلب السياح إلى القرية. رائع، ألا تشعر بالسعادة لمعرفة أنهم يكرمون القردة ولا يأكلونها؟ مرة أخرى في 2008 تم جعل البطريق الملكي نيلز أولاف فارسا في النرويج. يصفع مصفف الشعر في ألبانيا موكليهم على الرقبة بعد قص الشعر ويقولون موشون دايت، أي للصحة. تعد جوائز اليانصيب الإسباني إلغاردو الأكبر في العالم، حيث تصل إلى أكثر من ملياري دولار. يعقد سنويا قبل عيد الميلاد ويمكن للجميع المشاركة. حمل رئيس وزراء أستراليا السابق بوب هوك الرقم القياسي لشرب 2.5 باينت من البيرة في 11 ثانية فقط، ولاحقا قال مازحا إن ذلك سبب نجاحه السياسي. في بيرو يمكنك معرفة حالة المرأة من قبعتها. ترتدي النساء العازبات قبعات محاكاة، بينما تفضل المتزوجات قبعات القش، وهكذا.